أستاذ نجم، عقود التأمين الصحي هي عقود وهمية، يعني حتى من شركة التأمين العراقية أو الوطنية، يعني يعطون للمستثمرين اللي وياهم شراكة 20 نسبة 20%. هو شنو التأمين الصحي؟ إذا إحنا البرلمان أقر قانون الضمان الصحي، هذا انسجن عليه أحمد عبد الجليل رئيس هيئة التقاعد، زين. كان يستقطع 1500 من كل متقاعد، فهسه طلعت. يعني انا اشبه الاخ الفاسد المحترم مثنى السامرائي ببهاء الجوراني عندما استحوذ على وزاره الصناعه، هذا مستحوذ على وزاره التربيه. يعني الاخ الضيف الكريم استاذ مختار قال كل الاحزاب وكل الكتل السياسيه متوزعه بوزاره التربيه، صحيح، مدير التربيه من الكتله الفلانيه، من الحزب الاسلامي، من التيار الصدري، من غيره، كلها متوزعه، لكن مديراء التربيه ومديرات التربيه مو بالفساد مال مثنى، مو بالفساد الكبير، يعني عقد شركه بين مستثمرين يملكون شركه الفن المرئي الاردنيه وام محمد واحمد وامجد عبد الصمد السامرائي اخوان مثنى السامرائي وشركه التبوغ والسجائر التابعه لوزاره الصناعه والمعادن بعقد تشوب صفقات الفساد. زين، التبوغ شو عليها بالطبع الكتب؟ استاذ نجم اكو فد اشياء، شنو علاقه يعني اخوه مثنى، شنو علاقه اخوه مثنى السامرائي بعقود الطباعه؟ اخوه مثنى كلهم شركاء، بعدين هو طردهم واستحوذ على كل المطابع، شركه على كل الاشياء. شركه قيمه العقود، اي نعم، قيمه العقود التي حصل عليها السامرائي من وزاره التربيه لوحده 400 مليون دولار سنويا، استطاع بفعل امبراطوريته الماليه من شراء مقعد في البرلمان. طبعا اشترى مقعد بالبرلمان، واقول لك يا اشترى مقعد بالبرلمان لانه صار عنده فلوس، قام يوزع كرتونات، يسوين هيك كرتون ويشدهن ويوزع فلوس. هذا مثلنا، يعني مثلنا السامرائي على ذمتك ينتفع سنويا 400 مليون دولار، وهاي السنه لو تقصد بال 18 استطاع ان يحصل على مقعد بفلوسه. نعم، تعاون مع شركة جرين جلوري في لبنان، والحمولات تأتي عن طريق التريلات اللبنانية من لبنان بالبواخر إلى تركيا عن طريق شركة نيو إكسبريس يملكها سوري اسمه وليد الزعتري. طبعا كانت الكتب تنطبع بالأردن، واللبناني هذا السائق يجيبه عن طريق تركيا توصل إلى العراق وتوزع بعد تأخير شهر وشهرين وثلاثة وماكو محاسبة.